السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله معلمًا وهاديًا وداعيًا ومبشرًا ونذيرًا، أحق الله به الحق وأبطل به الباطل، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ترك الناس على المحجة البيضاء الليل والنهار فيها على سواء، ضياء كله. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه. هؤلاء العظام الذين عرفوا الله فما عرفوا أحداً بعده، عرفوا الله فما ركنوا إلى الحياة الدنيا ولا إلى زينتها، عرفوا الله فشمر كل واحد منهم عن ساعد الجد، علموا بأن السفر طويل وأن الزاد قليل وأن يوم القيامة رهيب وأن الديان حي لا يموت. صلاة يا ربي وسلاما دائمين متلازمين معطرين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، نستكمل أسبوعنا الثقافي من مسجد الإيمان بمدينة نصر حول موضوع منزلة السنة النبوية ومكانتها. يحاضرنا في هذه الليلة المباركة عالمين كبيرين جليلين، الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر، كما يحاضرنا أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الأستاذ الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أن ينفعنا بعلمهما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نبدأ هذه الليلة مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وملائكته، وأمرنا بأن نصلي عليه دائما أبدا، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، ما طلعت علينا شمس أو غربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، ما سالت في بحارنا قطرة مياه أو تجمدت، صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلاة تنير لنا الطريق في الدنيا، فنبصر على آثارها الحلول الميسورة لمشكلاتنا الكثيرة، وصلاة تنير لنا الطريق يوم القيامة، يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما بعد، فقبل الكلام أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الدنيا عند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الآخرة على سرر متقابلين.
الشكر موصول لوزارة الأوقاف ولوزير الأوقاف على هذا الحراك العلمي الذي تشهده المساجد في هذا التوقيت، ندوات متعددة في أماكن مختلفة وبموضوعات مختلفة لنشر صحيح الدين ولنشر صحيح العلم. والحديث اليوم عن السنة النبوية، وأبدأ بأننا الأمة الوحيدة التي لها سند متصل برسولها صلى الله عليه وسلم. غيرنا من الأمم ليس له سند متصل بأنبياء، ولكننا الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي لها سند متصل بنبيها صلى الله عليه وسلم. سند متصل في القرآن، وسند متصل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يظن البعض أن موضوع السند المتصل موضوع سهل أو موضوع يسير. لا، لقد بذل علماؤنا القدامى، بذلوا جهودا جبارة من أجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبخلاف تنقلهم بين البلاد بحثا عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم بالغوا في التحري عن الرجال وعن أخلاقهم وأمور كثيرة جدا. الذي يقرأ في مقدمة مسلم أو في مقدمة الإمام البخاري وكيف اختاروا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب لذلك أشد العجب. بل بذل علماء السنة في مختلف العصور جهودا جبارة للتصحيح أو للتضعيف على حد سواء، وهم يدرسون السند المتصل رجلا عن رجل إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتراط المعاصرة واشتراط اللقاح واشتراطات كثيرة جدا نقلوا إلينا هذا العلم، وأصبحنا الآن ننتفع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف الصحيح من الضعيف من الموضوع مما ورد في كتب الحديث. هذا الشيء الثاني، أن ثقافتنا الإسلامية مبنية على البناء لا على الهدم، مبنية على البناء لا على الهدم. الفلسفة بوجه عام، ونضرب مثال بالفلسفة اليونانية، قامت على الهدم ولم تكن على البناء. فالأقوال التي قالها سقراط فندها أفلاطون، وما وصل إليه أفلاطون من حقائق لم يسلم بها أرسطو، وأرسطو لم يسلم بما قال أستاذه ولا أستاذ أستاذه، يعني لم يسلم بنظريات لا سقراط ولا بنظريات أفلاطون صلى الله عليه وسلم. أما عندنا فالأمور قائمة على البناء. جمع الإمام البخاري الصحيح، كتاب الجامع الصحيح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واهتمت الأمة بصحيح البخاري، وبدأت شروح العلماء على الصحيح، شروح متعددة في مجلدات كثيرة. ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، والإمام العيني، والقسطلاني، وظلت الأمة تهتم بشرح صحيح البخاري إلى عصرنا الحديث. وشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم بارك الله في عمره
كتب كتابه فيض الباري في شرح صحيح البخاري، وتعجب كام كتاب ابن الملقب 36 مجلد يشرح صحيح البخاري. شوف طبعة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري مجلدات متعددة. كذلك أيضا جمع الإمام مسلم كتابه الصحيح المعروف بصحيح مسلم، واهتمت الأمة أيضا بصحيح مسلم، وفي بلاد المغرب يقدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري بخلافنا نحن. واهتمت الأمة بصحيح مسلم فشرحه الإمام النووي، وبعد النووي كتاب شرح السراج الوهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. وظل العلماء يدرسون صحيح مسلم إلى عصرنا الحاضر. شيخنا عليه رحمة الله الدكتور موسى شاهين نشيل كتب كتابه الجميل فتح المنعم بشرح صحيح مسلم. وهكذا العلم عندنا قائم على البناء ولم يقم يوما على الهدم، لأن ما أيسر الهدم. أنت عشان تلاقي مبنى من المباني وتهدمه ممكن تحط حاجة كده في المبنى تخلي المبنى يفرقع يا عمر راح. إنما لو أردت أن تجمل المبنى كم وقتا تأخذ؟ تأخذ وقتا كبيرا. وهكذا ثقافتنا قائمة على البناء، وخاصة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل كتب الحديث التي نعرفها والتي لا نعرفها فيها عجائب. واهتمت الأمة خرجت، يعني مثلا يجي الإمام العراقي ويخرج أحاديث الإحياء، بعض يقول لك الإحياء إحياء علوم الدين فيها أحاديث ضعيفة، إيه اللي عرفك إنها ضعيفة؟ تخريج الإمام العراقي. فإحنا بناخد من تخريج العراقي. الإمام الحاكم أيضا حينما كتب المستدرك على صحيح البخاري ومسلم، هو يعني بياخد بشروط البخاري ومسلم ويقول لك ومروش على شرطهما ولم يرويا، او على شرط البخاري ولم يرويه البخاري. ويجي بعديه صاحب التلخيص مين؟ استاذنا بنسى الاسماء، انا السن كبر، استاذ دكتور حسن خليك معانا عشان احنا مش لا استاذ الله يبارك. مين صاحب التلخيص على المستدرك؟ ده احد الكبار قوي في علم الرجال. ها غالب غائب عن ذهني قد يحكي يعني. ويكتب التلخيص على المستدرك يقول على شرطهما او ليس على شرطهما او يسكت او ايه اللي بيسكت عنه بنعرف ان هو ما ليس له حكم فيه فقد يكون ضعيفا. اللي بيحكم يقول على شرط البخاري على شرط مسلم على شرطهما بنحكم ان هو ايه ان هو الامام الذهبي او الامام الذهبي. فحينما يقال سكت عنه الذهبي يبقى نعرف ان الحديث ايه؟ ان الحديث فيه مقال. اهتمت الامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سند ومتن وشرح وبيان لامور كثيره حتى في العلل، في علل معينه كده في الحديث النبوي العلماء اهتموا بكل شيء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي وظيفه السنه بالنسبه للقران؟ قد يقول قائل نكتفي بالقران ولا نحتاج الى الاحاديث، وطوائف قديمة وحديثة خرجت بهذا، نكتفي بالإيه؟ بالقرآن. القرآن مليء بالقواعد الدستورية بلغة العصر العامة المجملة،
والمختصرة، لأن القرآن لم يحوي كل شيء، وحتى الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، مش على القرآن، لا، ده على اللوح المحفوظ من سياق الآية. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأعمال الدواب وأرزاق الدواب ليست موجودة في القرآن، وإنما موجودة فين؟ في اللوح المحفوظ. القرآن يحتاج إلى السنة، لأن بدون السنة لا نفهم شيئا في القرآن. القرآن أتى بقواعد عامة، هذه القواعد العامة تحتاج إلى من يشرحها ويوضحها ويبين الحكم فيها. ولا يوجد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يوضح المراد من القرآن الكريم. صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون إن وظيفة السنة بالنسبة للقرآن تكمن في عدة أمور. الأمر الأول هو تفصيل المجمل من الكتاب، أمور وردت في القرآن بصورة إجمالية، فجاءت السنة وشرحت ذلك الإجمال. القرآن أمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكنه لم يحدد عدد الصلاة ولا ركعات الصلاة. الذي حدد ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والله أمر بالحج، ولكن ما هي أركان الحج وما هي أفعال الحج؟ علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حج في حجة الوداع، وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم. تفصيلات الزكاة القرآن لم يوضحها، ربع العشر ونصف العشر وزكاة الأغنام وزكاة كذا، القرآن لم يوضحها، وإنما الذي وضحها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يفصل المجمل، فالسنة تفصل المجمل من القرآن، يعني جاءت أمور إجمالية تيجي السنة تفصل. الحاجات اللي وردت بتفصيل دقيق في القرآن قد تعجب قضايا البصر، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا لكي توضح الأداء التي ينبغي على الإنسان أن يفعلها. الأحكام فصلت في البقرة، في النساء، في سورة الطلاق، في الأحزاب، تفصيل دقيق. بس أنا ألفت الانتباه أخواننا لحاجة إحنا محتاجينها حاليا دلوقتي. فربع يسألونك عن الخمر، وربع والوالدات يرضعن أولادهن، 13 حكما من أحكام الأسرة. 13. العجيب هو في تسجيل الآيات بعد الأحكام، اللي هو ختام الآية بعد الأحكام. والله يعلم أنتم لا تعلمون، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير، حقا على المتقين، حقا على المحسنين، إلا أن يعفونه يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ليستنقذ القلب والضمير أن يعني يراقب الله سبحانه وتعالى في تصرفات الأسرة. وحاليا المحاكم مليئة بقضايا الأسرة بعدم تحكيم الضمير، تحكيم القلب والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا تفصيل المجمل. أما تخصيص العام فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. تأتي السنة وتخصص من ذلك العام أشياء، أحلت لكم ميتتان ودمان.
الميتتان السمك والجراد، لأن السمك بعد أن يخرج من الماء يموت. هل أصبح ميتا؟ لا، أصبح حلال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحلت لكم ميتتان. الكبد والطحال عبارة عن دم، والدم حرام. يجي السنة تفصل يقول لك لا، حلت لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والايه؟ والطحال. تقييد المطلق أمر ورد في القرآن مطلقا، وجاءت السنة قيدت المطلق. الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا ايه؟ أيديهما من أي يد. هل هي يد الوضوء؟ لأغسلوا وجوهكم وإيه؟ وأيديكم إلى الإيه؟ المرافق. لو لم تسرق المخزومية ويقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده على اختلف الناس. البعض يقول لا، ده اليد هي الكف تعتبر يد، والبعض يقول لا، ده يد الوضوء إلى مرفق، والبعض يقول لا، ده اليد تشمل الايه؟ الذراع كاملة. وقد يقول البعض لا، ده الموضوع كناية عن شل الحركة. إنما لما سرقت المخزومية وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، كان ذلك تقييدا لهذا المطلق بالرزق، القطع من الايه؟ من الرزق. وقد تأتي السنة توضح المشكل، أمر مشكل لا ندري نأخذ بهذا الحكم ولا بهذا الحكم. في عدة الوفاة معلوم أن تنتهي العدة، عدة الوفاة 4 أشهر وعشر أيام، وعدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب امرأة مات زوجها وهي حامل، عدتها وضع الحمل، حتى ولو كان ذلك قبل الايه؟ ال4 شهور. لان صبيعه الاسلميه رضي الله عنها لما مات زوجها وكانت حاملا، فلما وضعت الحمل اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بان عدتها قد ايه؟ قد انتهت. وقد تستقل السنة بأحكام شرعية لم ترد في القرآن، مثل النهي عن زواج المرأة على عمتها أو زواج المرأة على خالتها. احنا عارفين في القرآن المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم زواج البنت على عمتها، الجمع بين البنت وعمتها أو بين البنت وخالتها. والتعليم: لأنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامه. لو واحد تزوج من واحدة وعمتها، حدث خلاف ما بين البنت وعمتها، أسرتهم هيبقى في شقاق. أبو البنت يقف مع بنته، وأخواته يقفون مع أختهم، ويحدث شقاق ويحدث تنازل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة يحرم هذا الإيه؟ يحرم هذا الشيء. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة، وقراءتها فيها بركة، فلنحرص عليها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني جزا الله فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع أستاذ عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر خير الجزاء. طبعا يعني أهمية السنة أن تستمع لهذا الكلام من تخصص العلم أو العلماء. أنت قاعد في الجلسة كده تشعر أنك في رحمة الله سبحانه وتعالى بين عالمين كبيرين. والآن ننتقل إلى الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.
حول كيفية حفظ هذه السنة، كيفية المحافظة عليها، كيفية أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم الدكتور أحمد ربيع أثر موضوع أن الأحكام كلها، المشاكل كلها، هذا كله في المحاكم، أهمية السنة، ولكنه أكد على شيء عظيم وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى، الخوف منه سبحانه وتعالى. هذه الأحكام وضعها الله في القرآن حتى يخاف الناس، حتى يستشعر الناس عظمة الله سبحانه وتعالى. لكننا نستمتع الآن مع بعلم فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي جزاه الله خيرا حول هذا الموضوع الذي لا بد لحياتنا منه، لا بد أن تستقيم بيوتنا منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية الشكر لوزارة الأوقاف متمثلة في رائدها وفي معالي الوزير أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الأسابيع الثقافية التي تنير العقول والأبصار وتدفع الشبهات، وللقيادات الميدانية التي تقوم بمتابعة هذه اللقاءات المباركة. كما أنني أشكر تواجدي بجوار أستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق. وإذا تكلم التلميذ بعد الأستاذ فيجد نفسه حائرا لماذا يتكلم بعد أستاذه. وأشكر أيضا مصاحبة الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد عصام، وأشكر الحضور الكرام. وموضوع اليوم هو موضوع حياة، حياتك التي تحيا بها. الإسلام هو حياتك، والإسلام نقل إلينا عن طريق القرآن الكريم وعن طريق سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان القرآن والسنة هما الحياة، فينبغي أن يسأل الإنسان نفسه: أين أنا من القرآن؟ وأين أنا من السنة النبوية المطهرة؟ أستاذنا الجليل بارك الله فيه بيّن لنا علاقة السنة بالقرآن الكريم، أنها مبينة وشارحة ومخصصة ومقيدة، واستقلت بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. كل ذلك يأخذ بك إلى ينبغي أن يكون عندك يقين أن السنة بعلاقتها بالقرآن الكريم محفوظة كالقرآن الكريم سواء بسواء. لا يصح أن تكون السنة النبوية المطهرة هي التي فصلت ما أجمل في القرآن الكريم ولا تحفظ ولا يهيئ الله عز وجل لها أسباب الحفظ. المتأمل يجد أن الله عز وجل كما هيأ أسباب الحفظ للقرآن الكريم هيأ أسباب الحفظ للسنة النبوية المطهرة. اختار الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خير البشر، واختار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير البشر بعده. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أن خير قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم قلوب صحابته فاختارهم لصحبته. ولذلك نقلوا إلينا كل صغيرة وكبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم الله جل وعلا الأدوات، أعطاهم ذاكرة حافظة، أعطاهم إيمان، أعطاهم تقوى، أعطاهم لهفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما نقتسي بهم ونسير على نهجهم وتكون عندنا نفس اللهفة التي كانت عندهم بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كيف نفسر قول عائشة رضي الله عنها: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ الناس في زماننا يحصرون المعاني الكبيرة في زاوية ضيقة. معنى كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن أنك إذا قرأت القرآن ونظرت به إلى أرض الواقع تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه في المعاملات، في الآداب، في الأخلاق، في العبادات، في كل حركة وسكنة، ليس في مجال الأخلاق فحسب، وإنما في جميع المجالات. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، زكاة النبي صلى الله عليه وسلم، صوم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أدركوا ذلك. سيدنا عثمان بن عفان ينقل لنا كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول في نهاية الحديث: من توضأ نحو وضوئي هذا. لماذا لم يقل مثل وضوئي؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي أحد بمثل وضوء من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في الأفعال وإنما في إخلاصه عند وضوئه، في نيته عند وضوئه، في تحريه عند وضوئه. ولذلك السنة النبوية المطهرة حياتك التي تحيا بها. الله عز وجل ربط الإيمان باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن نراجع قراءة القرآن الكريم ونقرأ القرآن الكريم على أنه السنن الكونية والآيات الربانية. الله عز وجل وضع السنن الكونية في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الله لنا: فلا وربك لا يؤمنون. ومعنى هنا نفي الإيمان، نفي كمال الإيمان، لأنه لا ينفى إيمان من قلب مسلم على الإطلاق، لكن كمال الإيمان الإتيان بالإتيان الإيمان الكامل، كيف أأتي به؟ طبق الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انظر إلى القلوب ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يقول لنا في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والآيات كثيرة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تستهين بترك سنة ولا تستهين أن تقرب مكروها. بعض الناس كلمة سنة يستهين بها، يقول لك ليست فرض. أنت تستهين بكلمة سنة؟ سنة من؟ سنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبق لك على أرض الواقع، طبق لك الشرع تطبيقا عمليا على أرض الواقع. ثم لا تستهين أن تقرب مكروها وتقول هذا مكروه، لأن من الذي كرهه؟ الله جل وعلا. ولذلك وإحنا بنعلم الناس السنة، ما فائدة السنة في حياتك؟ السنن تتمم لك كمال العبادات، فتجد عقب كل عبادة كبرى سنة، تجد الصلاة بعدها سنن، تجد الصيام ستا من شوال، تجد الزكاة يصحبها ايه؟ صدقة. لماذا؟ تتمم ما كان من نقص. ثم من باب الترغيب والترهيب، من يترك سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، هل لا يستحي أن يطلب يوم القيامة شفاعته؟ تترك سنته في الدنيا ثم تأتي تريد أن يشفع لك في الآخرة؟ من ترك سنته يستحي أن يطلب يوم القيامة شفاعته. كيف ستنجو يوم القيامة دون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لا بد أن يكون عند كل مسلم مؤمن يقينا أن الله عز وجل حفظ هذه السنة. طب حفظها إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى كيف حفظها؟ هيأ لها رجال، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هيأ لها الحفظ في الصدور والسطور.
السنة النبوية المطهرة محفوظة في الصدور وفي السطور. ولذلك يفهم البعض فهما خاطئا أن السنة دونت في عهد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. وسيدنا عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنة كام؟ 99 هجرية. هذا كان جمع لما سبق من تدوين. فالسنة النبوية المطهرة كانت تدون منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدوين غير رسمي، تدوين شخصي. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم استمر التدوين ندفع به شبهة قالها البعض إن المسلمين عندهم فترة زمنية ساقطة من التدوين. لا توجد فترة زمنية عند المسلمين لم يدون فيها السنة. وأستاذنا الجليل بيّن أن من خواص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجود السند الذي لا يوجد عند غيرها من الأمم. الأسانيد مقطوعة عند الأمم السابقة، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم سندها موصول. كتبت السنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كتابة فردية، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم معنا من الأدلة ما يثبت أن السنة كانت تدون. كتب همام بن منبه الصنعاني المتوفى سنة 31 و100، كتب صحيفة، كتبها عن من؟ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. والصحيفة أتى ببعض الأحاديث، منها الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد بن حنبل أتى بها كاملة في مسنده، وعددها 38 و100 حديث دونها هذا التابعي عن صحابيه. وأيضا سعيد بن جبير الذي توفي سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم له صحيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن البصري وعامر بن شراحيل الشعبي تابعون كتبوا عن الصحابة رضوان الله عليهم. فجاء عمر بن عبد العزيز وأمر بالجمع ولم يأمر بالتدوين. ثم التفت معي إلى هذه النعمة التي ساقها الله لنا بأئمة الكتب الستة، جاءوا في عصر واحد. سبحان الله، قيدهم الله عز وجل في قرن واحد حتى يحفظ السنة به. نحن نأخذ الآن من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، جميعهم ولدوا في قرن واحد. الإمام البخاري سنة 194، الإمام مسلم 206، الإمام أبي داود 202، الإمام الترمذي. سبحان الله، جميع الست جاءوا في عصر واحد نعيش على كتبه الآن. السنة تمثل لي حياتي، فأنا لا أستطيع أن أصلي إلا من خلال ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أستطيع أن أفهم، لا أستطيع أن أتدبر، لا أستطيع أن أعلم. ولذلك ربنا حكم حكما لا بد أن نلتفت إليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حذاري أن نعيش مع ظاهرة الانتقاء التي أشار إليها أستاذنا، تنتقي من الشرع ما تريد وتترك من الشرع ما لا تريد. وحذاري أن تأخذ رحمات الله سببا في المعصية. كيف ذلك؟ يأخذ الناس بأن الله غفور رحيم. هل غفور رحيم تجعلك تستبيح المعاصي وتقوم بفعل المعصية؟ الذي قال لك إني غفور رحيم قال بعدها: وأن عذابي هو العذاب الأليم. الذي قال لنا ادعوني وطلب منا أن ندعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أكمل الآية، لا تقف عند ما تريد وتترك ما لا تريد. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السنة النبوية المطهرة هي الشرع الحنيف، ينسجمان مع القرآن الكريم سواء بسواء. ثم الذي في قلبه مرض لا يلتفت إلى عظمة وجلال القرآن الكريم والسنة. ولذلك الشبهات التي تصار بين الحين والآخر
ليست جديدة على الإطلاق، ولا يوجد شبهة جديدة على الإطلاق، إنما هي قديمة حديثة. حتى بعض هذه الشبه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شبهة من يقول أنني سأكتفي بالقرآن، من يقول ذلك ليس قرآنيا ولا يطلق عليه لفظ قرآن، لأن الله قال لنا من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن لم يطع الرسول لم يطع الله عز وجل، ولذلك هو لا يسمع أيضا للقرآن. انظر إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وتشهيز الشبهة في زمانه، لا يلفين أحدكم متكئا على أريكته. يعني متكئ؟ قاعد كده بطريقة لا يلتفت ولا يستوعب ولا يهتم، يقول ما كان في القرآن أخذناه وما كان في غيره رددناه. هي هي، سأأخذ بالقرآن وما أأخذ بغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. لا تستطيع أن تستغني عن القرآن ولا عن السنة، وغاية، لكن غاية الأمر حتى لا أطيل أن نفهم السنة فهما صحيحا. لا نخاف من القرآن ولا نخاف من السنة. السنة والقرآن بني على قواعد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بنيت على قواعد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، بنيت على قاعدة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وانظر إلى الرحمات، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوه، من باب الرحمة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. السنة ميسرة، السنة ترفع الحرج، السنة تزيل الكرب، السنة تزيل الهم. صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الله به المنازل، ويفرج به الكرب، ويذهب به الهموم، ويفتح لك أبوابا لا حصر لها. كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيا حياة طيبة في الدنيا، ولك زخرا في الجنة يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون من أهل سنته. اللهم اجعلنا ممن يحافظون على سنته. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لهم. اللهم أحينا بسنته وأمتنا على ملته، ولا تخرجنا من هذه الدنيا إلا ونحن مع شفاعته. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا أيها الحضور الكريم، كنا في هذه الليلة من مسجد الإيمان بمدينة نصر حول موضوع السنة النبوية ومكانتها. عشنا حول هذا الموضوع مع عالمين جليلين كبيرين جزاهم الله كل خير، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بعلومه بجامعة الأزهر. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العشب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته نقول له قد جهلتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اختم لنا بالإيمان وأنت راض عنا يا كريم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.